اليوم بفضل الله وبفضل هذا السكان وبفضل إرادة الحسن السيد ولي الولاية تم افتتاحه اليوم. إن شاء الله عرض السلع والتوقف الوقوف مجاني طيلة السنوات إن شاء الله، حتى يحكم روحه إن شاء الله بربي إن شاء الله. مرحبا بكل متسوقون بكل متسوقين بكل العارضين إن شاء الله، ونتمنى من السكان أنه يبادروا هما باش بالتنظيم والاستقبال المتسوقين إن شاء الله. مليح يدي المليح 10000 10000 10000 روح يا اللي قلنا نروح. السوق هايلو يساعد المواطنين ويساعد الفلاحين وقريب بارابور روحوا حتى للدلاقه روحوا للبوعنداس روحوا الاسبوع هنا عنده الفلاج باهي جامع هنايا القهاوي كلشي كاين هنايا وعنده ليستع الفروديه بيطراف بسباس 13 5000 هادو 6000 في بالك جبنا 12000 ان شاء الله بربي السوق يكون باهي والشعب يكون فرحان والزبون يكون فرحان والتاجر يجي مرحبا به هنا ان شاء الله. السلام عليكم، اقلا ضيق قلا ضيجو حمام قرقور نديد السوق دا جديد قوة السبت. مرحبا سويك يا غدي وسانا وكيث جه وجه وان شاء الله السوق ان شاء الله اقلا المعاونة وكزي ساكنة راه تيدن السالية كنا المعاونة وكزي ساكنة راه ديلي الغاشية كنا نخمو لومبيونس وكيث ان شاء الله البلدية هي وغي عين ربي وان شاء الله افوز كفوس ما نجح وكيث ان شاء الله. هذه المبادرة من الناحية الاقتصادية مليحة سكان المنطقة الناس اللي عندها واش تبيع واش عندها اموراتها زيادة تحب تبيعها والفلاحين. مرحبا بكم والاستع كاين وقرية واد السبت واسعة وترحب بأي واحد والسوق الله يبارك راني نشوف فيه بروميجور تعمر والحمد لله وكاين ناس قايمين وإن شاء الله بربي نزيدو نوسعوه أكثر وأكثر إن شاء الله.